احنا لما بنيجي نتكلم عن حرب اكتوبر بنبقى مبسوطين. الطبيعي ان الحرب بتثقل القلب، الطبيعي ان الواحد بيتضايق لما يجيب سيره الحرب. احنا ليه بننبسط؟ لانه ليالي الحرب بشكلها الطبيعي انا مسميها ليالي زرقاء. ليه بقى؟ لان احنا طول الوقت نعرف انواع ليالي اخرى، لكن ليالي الزرقاء دي لانه في الحرب انت محتاج تدهن كل حاجه زرقاء، الشبابيك ازرق، الفوانيس بتاعت العربيات ازرق، كل الازاز ازرق، كل حاجه في حياتك بتتحول للون ازرق، فالناس بتبقى كارهه اللون الازرق. فقعدنا من 67 لحد ما قبل اكتوبر 73 كارهين اللون الازرق، لحد مساء 6 اكتوبر والناس بتدهن اللون الازرق ابتدت تحس ان بتدهن الازرق بتاع البحر والسماء، فجاه تحول الازرق للون مبهج. فالازرق ذهنيا عنده اختلف تماما، نفسيا عنده اختلف. صحيح. بعد ما كان الازرق المرتبط بالغاره اصبح الازرق المرتبط عنده بالبهجه. صحيح. والحياه. صحيح. فالناس نفسيتها تجاه كل تفصيله صغيره، يعني كام تفصيله لون، احنا مش بنتكلم في